ولئن سألت ما هو أفضل الذكر في هذه الأيام فلا شك أن أعظم الذكر كلام الله عز وجل، فليستمر المرء على قراءة أفضل كلام وهو كلام الله عز وجل، فإنه أعظم الكلام ومن انشغل به فهو فائز. ومن أفضل الذكر في هذه الأيام تكبيره سبحانه وتعالى. عرفنا القرآن وعرفنا أمرا آخر وهو التكبير لله عز وجل، وله صيغ أفضلها أن تأتي بلفظ التكبير مثنى لا مثلثا، فتقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم جاء ثلاثا، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وهكذا إلى تتمته، وغيرها من الصيغ. ومما يفضل في الذكر في هذه الأيام دعاء ذكره الله عز وجل في كتابه مقترنا بهذه الأيام. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء من أفضل الأدعية وأجل الأدعية، حتى جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيل لأنس ادع لنا، فرفع أنس يديه ثم قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقيل له زدنا، قال: ليس بعد هذا الذكر وهذا الدعاء زيادة.